السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الطيبي محمد يحيى العالم الصغير. لقد فهمت جيدا درس النشاط العلمي لأستاذتي العزيزة رقية الإدريسي، والآن سنقوم ببعض التجارب. والآن سنتعرف على مكونات المصباح. أولاً حبابة زجاجية، وهناك أيضاً سليك فلزي صغير جداً، وهنا هناك قاعرة، وبأسفل القاعرة هناك عقب فلزي، وهناك عدة أنواع المصابيح. هذا هو مصباح، وهذا أيضا مصباحا، وهذا مصباح صغير. انظروا، هذا مصباح صغير. انظروا، توهج. كيف توهج؟ وما هو السر؟ انظروا، هذا مصباح وهذا عبود. انظروا، سنضع المصباح في العمود. انظروا، إنه توهج. والآن سنأخذ مصباح آخر، سنضع لكي يضيء المصباح. يجب أن يكون عقبه في توازن مع أحد قطبي العمود، وأن يكون قعيره وأن تمس قعيرته على القطب الآخر للعمود. انظروا، توهج المصباح. وبتماس غير مباشر يمكننا استعمال أسلاك كهربائية. انظروا، توهج المصباح. ويمكننا استعمال دارة كهربائية بسيطة بقاطع أو بدون قاطع. شكراً.